مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ جات لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو راح يكون كتير حلو، واللي هو راح اخذكم معي فلوق العيد. فطبعا احنا هلا رايحين على صلاة العيد، فهلا الساعة يعني 6 بالضبط. فهلا احنا بدنا نروح، وقبل ما نروح او قبل ما نبلش كل هذا الفلوق لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، ولا تنسوا تضيفونا على كل السوشيال ميديا هايون تحت بالدسكربشن بوكس، وكمان لا تنسوا هاشتاج قناة توصل لان تي في ل50,000 مشترك. وهلا خلينا نبلش. هلا انا بدي اسوي شغلي، يعني هلا فجأة احكي لكم الساعة على مكان في الشاشة، وهلا انا بدي اعمل شعري. طبعا هذا العيد ما حبيت اني استشور شعري، يعني انا كل عيد من اول ما ولدت كل عيد استشور شعري بالصالون، بس هذا العيد ما حبيت اني استشوره، حبيت اني اعمل انا فير. هيا كمان ما حبيت اني اروح على الصالون، فهلا بدي اطوله. وطبعا هذا بيجي بس ستريتر كمان، يعني فير وبضبط كمان ستريتر، يكون انه ضبطوا شوي شعركم فيه، لانه اذا شايفين شعر شوي خربان. هيو هيك بصير ستريتر، وهيك بصير. فهلا انا بدي احطه بالكهرباء عشان اسوي شعري. يلا اوكي. طبعا هيو صورت شعري زي ما انتم شايفين، هيك صار من هون هيك صار من هون. هلا هو مش مبين عندكم كيف صورت ولا لا، بس عادي هو الغرفة شوي مكركبة فما تهتموا. وهلا يعني ايوه، فهلا انا كمان شوي مش هلا، لانه يعني مش هلا بدنا نروح. احنا دايما كل عيد نروح اول اشي بنسلم على خالد بابا، بعدين خالي هي واحدة، بعدين بنروح باقي العيلة على خالات الثانية، خالد بابا مش خالتنا احنا، وبعدين بنروح على دار سيدي، بعدين بيجوا عندنا ناس، بعدين لأنه كمان احنا في عنا بيت هناك إلنا، دار سيدي كل من أمامي احنا فيها، كل واحد له بيت هناك، فاحنا عنا بيت يعني ألف. يعني بيجوا الناس عنا هناك لأنه أغلبيتهم هم ساكنين هناك، وبعدين كثير إيدي بترجعني انحرقت، ما بعرف المهم ما بعرف أدخل هذا بهاد، أبدا مش حاسة إن الدنيا عيد عادي، زي كأنه يوم عادي، يعني حتى امبارح ما تسمعت زي كأنه بكرة، يعني لما امبارح يعني حاسة زي كأنه عادي يوم عادي، وما رح يصير بكره عيد زي هيك، يعني ابدا مش متحمسه ولا اشي، لانه اصلا احنا ما بنعمل، يعني كل عيد بصير زهق اكتر، يعني اللي زي دايما بروح مع بنات عمتي ولاد عمتي على المطعم، يعني بس زي هيك. فهلا انا بدي كمان شوي جرح البس وبعدين ارجع لكم. يلا اوكي. طبعا انا هلا لبست، هلا بدي افرجيكم لبسي كثير، بس بدي اعاين الكاميرا محل عشان افرجيكم اياها. هيها عملت شعري فير، يعني خفيف، ما حبيت اني اعمله فير ملولب كثير عشان ما بطلع احلى. وكمان لبست هاي الشنطة اللي تبع العيد، هلا رح افرجيكم شو حاطة فيها. وكمان هاي البلوزة فيها دخلتها بالبنطلون، لبست البنطلون وكمان هاي الصندوق. اوكي استني شوي بس افرجيكم. فاوكي طبعا هلا بدي افرجيكم انا شو حاطة بشنطتي. طبعا هاي شنطتي، هلا بدي افرجيكم شو حاطة فيها. طبعا انا رح اركب الاظافر عند الستة، يعني لان
ما بقدر هلأ أركبكم. جبتوا أحسن، حطوا فيها عطر كتير ريحته حلوة، ريحته فانيلا هيك زي عطر زارة. عطر زارة معمول مش معي لأنه أنا ماما. وحط فيها سلايم ثاني لو زهقت أو زي هيك ألعب فيه. وحطيت بوكلة لأنه إحنا عنا ما بعرف إذا في بلاد زي هيك، بس إحنا عنا بالأردن يعني بس يعني كل اليد يعني أقل إشي تكون درجة الحرارة أقل إشي يعني تقريبا 43، هذا أقل إشي يعني لا أكثر إشي 43، بس أقل إشي تقريبا يعني 40 والأكثر لفوق هذي. فجبت معي بوكلة عشان أضبط شعري لأنه راح أشاور كثير. هاي العديات وكمان هون عندي نسيت اسمها اشي حامض طعم الروزبري، هون اول وحدة طعم الروزبري، ثاني وحدة طعم التفاح الاخضر، وثالث وحدة العماسة طعم التفاح الاحمر مفصل خياها. فبس هذول اللي حطيتهم بشنطتي يعني لانه ما راح احط اشي محفظة كمان لانه الشنطة صغيرة فما بتنفع اني احط فيها محفظة. فممكن كمان احط ممكن مش اكيد احط كمان اشياء. فبس وهون انا حاطه هدول الاكسسوارات زي ما انتم شايفين هيك خواتم، وكمان حطيت هذا الحلق ايوه، وبس حطيت هاي الاسواره اوكي. وانا بمنكر باجري شايفين ما بعرف انتم شايفين ولا لا، بس انا بمنكر باجري تعبت ايدي كثير مبين عندكم بس هاي. كمان بس الوقت عبى شعري عبى الشنطة ليش تعبت عبت بس يلا. فهلا انا طولت عليكم بالحكي اليوم، فيديو حكم كثير طويل. فهلا انا بدي اروح، قاعدين اهلي عم بيجهزوا، انا جهزت ثاني وحدة ما سجلت أول مسجلة كلفتة بعدين دغري عملتها مش عارفة. وبعدين بدنا نشوف شو بدنا نسوي. لا يعني أكيد رح نروح. ف يلا أنا هلا راح أحط شوية ميك اب. فهون عندي الكونسيلر راح أحط إنه في تحت عيوني شوية زرق زي ما انتم شايفين. ف يعني هاي مش ضربة ولا اشي، هدول الشرايين كثير مبينين. ف هلا بدي احط تحتيهم كونسيلر عشان ما يبين، بدي احط على العين الثانية، العين الثانية مبين شوي. هلا حطيت وهلا بسرعة بس بدي اعمل عشان هلا بدي احط المسكارا يعني راح احط شوي. هلا هيني حطيت اوكي طبعا اوكي. هلا راح احط ما بعرف شو هذا اسمه هايلايتر اتوقع مش اكيد مكتوب لانه ايش هو، بس راح احطه. راح احط كمان من هاد انا ما بعرف اسمه هي اتوقع اسمه ما بعرف اسمه اوكي هيو هذا اسمه هدى بيوتي ايوه. فهلا انا بدي احط هاي الفرشاة اللي بتيجي معها
بحطكم شوي. فهلا انا بدي احط حطيت هذا اللون. هلا انا بدي اطلع لاني كثير تاخرت. فيلا بس هلا بدي اجيب معي الاظافر عشان بدي الزقها من سته. اوكي بدي اجيب السمنه. فهلا انا طالعه بس بدي اجيب معي مي عشان يعني الدنيا كثير شوب. فبدي اجيب معي كاسة مي. اوكي هاي هي صفا. اوكي لا ما معبت انينه خلص. فهي ما معبت انينه اللي اجيبها معي وصلنا عند دار سيدا او عند دار ستة اي شيء بس احنا نحكي دار سيدا. فهلا احنا وصلنا وانا هلا سلمت عليهم سلمت على سيدا ستة. وهلا بدي اركب الاظافر هلاي و ما ساعدني هون عم تلعب. فهلا انا بدي اركب الاظافر بعدين اشوف شو بدي اعمل لانه يعني اغلبية الناس هيجونا هون لانه اغلبية الناس ساكنين اللي يعني اغلبية الناس اللي بيقربوا لنا ساكنين انه قرب عن دار سيدا او بمنطقة دار سيدا. فيعني هلا بدي اروح على كيف الاظافر. ف يلا بينا. اوكي هلا هلا كتير شوب ونار الدنيا جد مولعت في حريقة. عندهم هون منطقة مقدار في الزهير نار 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 نار. فهل أنا بدي أحط الأظافر أو الأظافير أنا ما بعرف ليش بضل أحكي عن أظافير بس الأظافر استنى أضبط شعري. اهلا بالعين مرحب بالعين اهلا بالعين مرحب بالعين دادي الزينة في كل مدينة طبعا بعرف انه التصوير مش منيح بس يعني لازم تستحملوا شوي. طبعا انا هلا هون قاعدة وهلا يعني عملت الاندوز هلا بنقلب البيض عشان بدنا طبعا اليوم الثاني وانا ما قدرت اني اصور لكم مش ما قدرت انه ما عملت اشي بس انه رحنا عند مامي وزي هيك. فانا ما قدرت انا ما انه يعني ما كان جاي عبالي اصور زي هيك لانه ما عملنا اشي انه رحت عند مامي تحيدنا بس وهيك بعدين روحنا يعني رحنا عند دار سيدي بعدين رحنا عند مام بعدين رجعنا عند دار سيدي وبعدين روحنا. فاليوم اليوم الثاني وصورت لكم اليوم افطرنا فصورت لكم بس البيض ما صورت لكم كل الفطور. ف كمان هلا كمان شوي انه هلا بدنا نروح احنا نتغدى وبدنا نروح انه نلعب زي هيك. فحبيت اني اخذكم معي وزي ما قلت لكم اليوم الثاني. وكمان شوي بدها تيجي عندنا خالتي وخالي. وهلا انا عملت شعري زي امبارح فير زي ما انتم شايفين. ايوه هيك الستايل اليوم الثاني. وغيرت الشنطة لأن هذيك الشنطة ما لبقت فلبست هاي الشنطة. وهلا بدي اروح البس الصندل وممكن البس اشي ثاني. وبدي اكل هاي الشوكولاتة اللي كتير كتير زاكية. هلا احفظيكم شو هي. ف
وهلا هيك بكون جهزت كل شيء، وهلا كمان بدي البس هدول اللحذاء او هاي ما سمعتي. تعالي طبعا لابسه مثل الليان، فانا كثير مزبطه حالي اليوم اكثر من امبارح. كنا بنطلع مع صاحبتنا، هلا انا بدي اروح عشان البس صندل، بعدين بابا يروح يصلي بالمسجد وبعدين نرجع. ف يلا ف يلا اليوم في مرات زي ما شايفين انا هلا في هواء، انا عندي الشباك عشان الشمس والاضاءه زي هيك. اول يوم اول مره في تقليد يكون هيك فيه شوية براد، طلع الهواء انا عم بطير شعري. اوكي المهم هلا انا بدي احط الحلق، فما تهتموا للاشياء اللي وراي، طبعا انا جبت الشنطة عشان احط فيها المصاري واحط فيها المصاري واحط فيها الكتلة واحط فيها الحلقة واحط فيها الاضافر. هلا كمان راح افرجيكم شو حاطة فيها. اوكي انا مش عارفة ما بدي احنا وصلنا على البيت واكلنا الاندومي. هي ماسه لساتها قاعده عم تاكل ببطني. ايوه فانا خلصت، انا واختي خلصنا عشان يعني كمان شوي احنا بدنا نطلع بعد ما يجوا او ممكن لما يروحوا ما بعرف. المهم هلا هون احنا عنا وهي تبعينا. هلا احنا بدي اكل انا قبل ما يجوا شيبس تاكل وكمان برينجل. هاي برينجلز. اوكي فهلا باكلهم وبعدين بمسك الكاميرا بايدي اليسار عشان اقدر اكل بايدي اليمين. هاي طيب هي واختي جابت هاد اللي هو وجبه ما بعرف شو هي، هاي الشير بوكس. هلا بدنا هسه مش سبايسي هذا، روح عندي هاي البرجر وكمان عندي هون ناجتس وبطاطا، وهلا بدنا نجيب البيبسي. طبعا هاي ماسة وهاي ماسة اختي كمان، هي صفها رابع وماسة صفها ثاني، وهاي اخوها رابع ولا ثالث. هاي اخوها تعال تعال، هاي اخوها. فهدول هم، وهلا زي ما قلت لكم هم تم يجوا عنا وهي هم اجوا. ف ما بعرف هلا شو بدنا نسوي، بس حبيت اني افرجيكم اياهم على القناة، هم كمان حابين انهم يبينوا يعني زي هيك. ف هلا بدهم يروحوا يعني مش هلا كمان شوي، بس ممكن احنا نطلع بعد ما يروحوا ما بعرف. المهم هلا هي راحت عند امها وهو الولد راح عند امه، بعد امها يعني انا تحت ماما. فهلا احنا بدنا نلعب او نعمل اشي وبعدين نرجع. طبعا احنا هلا رايحين على حديقة الحيوانات وكمان رايحين نتغدى،
فحبيت اني اخذكم معي. ويلا لما نطلع هاي معك. عبال ما يجوا اهلي انا بدي يعني عبال ما يلبسوا انا بدي اكل شبت الشبابيك كثير بحبه شبت كثير، وكمان بدي اكل شب اسمه فورنا هو شب سلاد فورنا كثير زاكي، انا كل يوم بشتري منه، مرة بشتري كثير ومرة بشتري كثير. يعني ما كي انا تقريبا نصه ايوه. وكمان اكلت مع صوص الماك هيا انا هي فاتحه الصحن اكل مع صوص الماك. وكمان بدي احضر ان شاء الله حب لا يفهم الكلام. فيكم انا موصله لحديت تحت الخط الاحمر فهلا بدي اكمل، وهلا يعني قبل ما يجي كل شيء برجع لكم. ف يلا احنا بدنا نروح نطلع، يعني هلا احنا طالعين، فبدي اجيب موبايلي والباور بانك تبعتي عشان اروح. شرينا عنبر زي ما انت شايفين. مش هيك في حلوى قديمه تقليديه. بابا ليش هيك انت بلغه الفصحى؟ مش عنبر حدا بيعرفه هاد. حدا بيعرف. من هلا بحكي هاد حلو. احنا هلا شرينا من المطعم وهلا بدنا نروح على السياره.
وجبات، هي وجبة اجتماعي والوجبات هي مع بابا وماسة، فأنا هي وجبة، لا هي وجبة ماما. اوكي فكر الباب. هيك بنكون وصلنا لهيك فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب، ولا تنسوا تضيفونا على كل السوشيال ميديا هيهم تحت الديسكريبشن بوكس، وكمان لا تنسوا هاشتاج حمد توصيل الاي ان تي في لل50,000 مشترك. وهلا تقريبا الساعه 9 إلا 10 زي هيك. هلا انا بدي اروح اغير واحضر واكل هيك يعني شوت، وهيك بعدين اروح انام وبس. بحكم كثير، باي.